بسم الله والابن روح تروح أمين. الحقيقة تخطيط رائع بتعمله الأبروشية، تخطيط للجنة العامة المدارس الأحد، وبيشترك معهم كل الكهنة خصوصا الكهنة اللي واخدين بالهم مدارس أحد، وطبعا بينسقوا مع أمناء الخدمة والخدام وأمينات الخدمة والخادمات عشان يعملوا هذه الأيام خاصة بالكتاب المقدس. احنا من غير كتاب مقدس ما نعرفش نعيش. والحقيقة وانا بتناقش مع اولادنا الصغيرين دول مرحلة ابتدائي، عارفين حاجات حلوة قوي 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 وآيات حلوة قوي، وخاصة النهاردة كنا بنتكلم عن ما يخص المعمودية والإفخارستية، دول اهم سرين في كنيستنا القبطية. لقيتهم حافظين الآيات بتاعتهم وكررناها كتير، دي بتشجعنا وتخلينا آمنين من جهة ولادنا. دول اللي حافظين الحاجات دي من صغرهم يستحيل يسيبوها لما يكبروا، دي اتزرعت جواهم بقت أساسيات حياتهم. عشان كده النهاردة اليوم ابتدائي وبكرة اعدادي وبعد سنة وبعد حضانة أولى وتانية، يعني أيام جميلة جداً. ونلاحظ ان كلهم اتناولوا، كل الخدام والخادمات اتناولوا، وطبعا الكهنة اللي حاضرين كلهم اتناولوا. ولسه دي مرحلة منطقة شرق، في بعد كده منطقة غرب بييجوا ونفس النظام بيمشي معاهم. ربنا يعوض اللي تعبوا في التخطيط والتنفيذ، ويعوض كل اللي كان له فكر وقدر ينفذ وقدر يساعد في التنفيذ. وبنشكر الحقيقه، انا شكرت الاولاد كلهم اللي حضروا، تقريبا كلهم اتناولوا، وده شيء يطمننا قوي ان اولادنا ماسكين في ربنا وماسكين في الكنيسه، والكنيسه باولادنا وبعمل ربنا معاهم تنشط وتنمو وتمتد الى كل حته. ربنا يعوض الكل، وربنا يبارك في كل خدمه من اجل نشر ملكوت الله ولالهنا المجد الدائم للابد امين. منطلق حرص سيدنا على وجود نشاط دايم بين ولاد وبنات وفتيان وفتيات وشباب وشابات مدارس الأحد، قامت اللجنة العامة للتربية الكنسية بترتيب كرنفالات نصف العام لهذا العام. وسيدنا السنة دي قال عام 22 هو عام الكتاب المقدس، عشان كده احنا رتبنا كرنفالات تحت شعار وعنوان اعرف كتابك. كرنفال عبارة عن 4 أيام لكل قطاعات مدارس الأحد. اليوم الأول لمرحلة طفولة 2، 3 و4 و5 و6 ابتدائي، اليوم الثاني كان لمرحلة اعدادي، واليوم الثالث كان لمرحلة ثانوي. ان شاء الله عشنا اليوم الرابع والاخير هيكون لمرحلة حضانة واولى وثانية. نتمنى كل اولادنا وبناتنا في الخدمة في خدمة التربية الكنسية يكونوا شطار في الكتاب المقدس. عام سعيد. عام 22 هو عام الكتاب المقدس. احنا في البداية لازم نوجه الشكر لقداسة البابا اللي بيشجع الإبراشيات على إنها تدرس كلمة ربنا،
وكمان بنوجه شكرنا الخاص لنيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، المحب والداعم دايما لكلمة ربنا على المهرجان بهذه الصورة وبهذا الشكل. بنشكر ربنا على الاحتفال اللي تم في مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، حقيقي كان احتفال مهيب وجميل جدا. شفنا فيه مشاركة الأبهات الكهنة الموجودين والشباب الموجودين، لكن كمان الاحتفال والمهرجان ما كانش هينجح إلا برعاية سيدنا نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، اللي كان يوميا حاضر بيصلي قداس مع الشباب، بيعمل معاهم حوار. فعلا وجوده أسرى الاحتفال وفعلا نجح المهرجان ده. أول يوم كان لمرحلة ابتدائي، درسوا فيه 4 أصفار: إنجيل مرقص وسفر عوس وسفر يونان ورسالة يعقوب. اليوم الثاني كان لمرحلة إعدادي، درسوا فيه فصول من العهد الجديد، أعمال الرسل وبعض رسالة أفسس وكرونسوس. اليوم الثالث كان مرحلة ثانوي، درسوا فيه تكوين ويشوع وقضاة ورعوس. حقيقي يمكن الثمرة بتاعت الاحتفال ده إن الولاد قروا كلمة ربنا، وفعلا قد كده كلمة ربنا فعلا جميلة وفعلا مغذية للشباب في المرحلة السنية دي. مرة تانية بنشكر سيدنا على رعايته واهتمامه وأبوته ولنجاح هذا المهرجان. السنة دي الكرنفال بتاعنا بيمتاز انه سيدنا في بداية السنة قعد مع اللجنة العامة المدارس الأحد وقال يا أباء احنا عايزين نعمل عام 2022 هو عام الكتاب المقدس، وسيدنا أطلق في هذا الاجتماع مشروعين: مشروع مزمور كل أسبوع وآية كل يوم. احنا السنة دي الكرنفالات بتاعتنا كلها كانت بالتنسيق مع دار الكتاب المقدس. كل يوم بدأنا اليوم بتاعنا بالقداس، وبعد القداس في كلمة روحية لسيدنا نيافة أبينا المطران نيافة الأنبا مرقص، اللي كان بصراحة بيحرص أنه كل يوم يبقى موجود في وسط أولاده. فوجئنا أن أولادنا حافظين كم من الآيات وحافظين مزامير، حافظين أحداث الكتاب المقدس بطريقة جميلة جدا. على فكرة نسيت أقول لكم أن سيدنا في كل يوم سواء حضانة أو ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي بيسمع للولاد، بيسمع للشباب، بيسمع للولاد والبنات، لقى فيه عندهم حماس كبير جدا جدا وحافظين حاجات حلوة من الكتاب المقدس. احنا بصراحة يعني نتمنى ان اللقاءات دي تبقى باستمرار وإن كانت على فترات متباعدة، واحنا بنشكر طبعا قناة كوجي اللي دايما معانا في كل لحظة في كل كرنفال وفي كل حفلة وفي كل مهرجانات. هي بصراحة يعني صديق فعلا لكل طفل، وصديق لكل خادم، وصديق لكل كاهن مهتم بخدمة النشأ وخدمة مدارس الأحد. بشكركم كتير خالص، سلام. وحقيقي احنا فرحانين ان كرنفال الكتاب المقدس فكرة في لعبة معمول في بروشيت شبر الخيمة. كل الأطفال فرحانين بيه ومبسوطين جدا جدا بهذا الكرنفال، اتعلموا حاجات حلوة ودرسوا الكتاب ومسابقات وجوائز وهدايا قيمة جدا، وكان مجهود جميل، مجهود مبذول من كل الآباء الكهنة برعاية سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل مطرنا الأنبا مرقص. كان في تكاتف ووحدة وتكامل في العمل من لجنة التربية الكنسية لكل أباء التربية الكنسية لكل كهنة الكنائس، وفرحانين أكتر كمان أنه عندنا هنا في كنيستنا الأمير تدرس. شكرا قناة كوجي، شكرا سيدنا الأنبا مرقص، شكرا أباء الكهنة، شكرا كل خدام، كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في الكرنفالات فرحانين خالص بوجود الأولاد، فرحانين بوجود الخدام. الكرنفالات دي كانت بالتعاون مع دار الكتاب المقدس مع اللجنة العامة للتربية الكنسية. كل يوم بيجي مجموعة من كل كنيسة، نشكر الله كنائس كتير قوي اشتركت، 48 كنيسة اشتركوا. طبعا الأولاد كانوا فرحانين خالص لأن سيدنا عامل مبادرة السنة دي، إن السنة دي 2022 هو عام الكتاب المقدس، فإحنا بنحاول إن إحنا بكل الطرق ندرس الكتاب المقدس ونحفظ آيات منه ونحفظ مزامير، والولاد تقدر تستفيد لأن كلمة ربنا هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حديد.